ما خلاص يا ست سناء، انت كمان كنت لسه بتكلمها سناء دي؟ هي عايزانا اروح لها بكره، فاكره ان احنا هنرجع المشروع ونكمل، بس انا رايح ازحلقها جدع. طيب وعربيه الاكل عامله ايه؟ فل فل الحمد لله. انا بفكر اقفلها اليومين الجايين دول. تقفلها ليه؟ مش زيكا واقف فيها؟ مش على زيكا ولا مين اللي واقف فيها، مقسمه في الفلوس يعني. فلوس كام؟ تضحك على ايه؟ كفي نفسك عادي يا باشا. كفي نفسي واكفيك. فلوس كام؟ 200 جنيه؟ ما تقولش. لا علي كل ده علي، ده مش هاخد منك حاجه انا، ده فلوس المنحه دي ولا ايه؟ يا عم مش فلوس المنحه، دي فلوس زياده معايا. خليهم معاك بس. لا مش هاخد منك حاجه، كفي نفسك. ليه يعني؟ اعتبرها فلوس السندوتشات اللي كنت باكلها. سندوتشات يا علي؟ انت اكلت سندوتشات بالرزمه دي كلها؟ مالكش دعوه انت بالكلام ده. مفيش حسمه، ماليش دعوه، انت اخويا، اللي في جيبي في جيبك، وهتاخدهم يعني هتاخدهم. اهو. خلاص يا علي. مفيش خلاص بقى يا اخويا السونس، عايز واحده زغزغه. في انا ببيع برشام، هديك واحد عادي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.